سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله كنقدم لكم وصفه من المطبخ المغربي، كل شيء كيعرفها الصغير والكبير، ومن احسن الوصفات اللي كنديروا في المناسبات ديالنا، سواء الاعياد او الاعراس او المناسبات الدينيه. اليوم ان شاء الله غندير لكم اللحم معلك ومدغمر على الطريقه المغربيه وما لا يعرفوه. ما شاء الله كيجي بنين، كيجي غزال، كيجي معلك، واللحمه كتكون كدوب في الفم. انا معكم اليوم في قناه اختي، قناه بنا للطبخ المغربي. كنقولوا بسم الله وعلى بركه الله. غادي نبداو في المقادير. كنجيبوا 4 كيلو ديال اللحم، بغيتوا البقري بغيتوا الغلمي، داكشي كيبقى الذوق ديالكم. كنزيدوا 2 معالق كبار ديال السكينجبير، 2 معالق كبار ديال الخرقوم البلدي، وكنزيدوا معلقه صغيره ديال البزار، ما تكونش عامره باش ما يحررش لكم الدغميره. كنزيدوا معلقه صغيره ديال المرصيه ديال اللحم، كيف كتشوفوا البنات تبارك الله اللحم ما شاء الله غزال وطري وباقي جديد وفتي، كيجي زوين في الطياب. هنايا كنزيدوا 3 ديال البصلات مشلضين، معاهم قزبر ومعدنوس، نص ربطه، نص ربطه ديال القزبر، نص ربطه ديال المعدنوس. كندوزهم في العشور مع بعضياتهم حتى كتشلط لينا البصله، وكنزيدوا معلقه ديال الملحه. هنايا البنات كنزيدوا داكشي اللي بقى لينا ديال الربيع، والقزبر المعدنوس والطماط حناهم مع بعضياتهم. انا الربيع عفوا القزبر والمعدنوس قسمتهم على 2، شي طحنته مع البصله وشي خليته باش يدور لي الثومه في الهشوار، هذا علاش شفتوه داير بحال هكذاك. كنزيدوا معلقه ديال التحميره. كاين اللي غايقول لي ما كنديروش التحميره في اللحم، مي البنات كتجي غزاله، كتعطي اللون ولكن ما كتبانش في المذاق، كتجي فنه. هنايا بسم الله على بركه الله كنبداو نشرملو. كيف كتشوفوا اللحمه ديالنا، كنحاولوا نديروها في شي اناء يكون كبير، يعني بانيو او شي طبسيل يكون واسع فين نقدروا نشرملو مزيان، ونخلو ديك اللحمه تدخل مع ديك العطريه. كتشوفوه كذا كنشرملو مزيان مزيان، وكندخلوا اللحيمات فيهم داك الربيع والمرزيه والعطريه ديالنا المغربيه اللي كلشي كيعرفها وكلشي كيحماق عليها الطبق الصراحه. وصراحه البنات كيجي غزال وكيجي بنين، يعني شهوه منه. ومعليش بنادم مره مره التأميم تاع راسو بحال هكذا. نسيت ما قلت لكمش الكميه ديال اللحم، هنا راه درت انا 4 كيلو ونص ديال اللحم، يعني تقريبا قريب 5 كيلو ديال اللحم، ودرنا فيها هاد المقادير اللي كنقول لكم. بالنسبه للبنات اللي غادي يديروا 2 كيلو ديال اللحم او كيلو، كيقسموا هاد المكونات على النص او على الربع. كيف كتشوفوا البنات كنشرملوه مزيان، وكندخلوا ليه ديك الدغميره مزيان مزيان باش يشرب لينا داك اللحم ديك العطريه وديك البصله والثومه. بالمناسبه راه درنا هنايا 2 دروس ديال الثومه كبار، ما كثرناش الثومه باش ما يجيش لينا اللحم مزفر. الثومه كتجي مع الدجاج الا كانت كثيره، اما بالنسبه للحم ما نكثروش حيت باقي غنغسلو ان شاء الله المشماش، وباقي غنزيدو ليه معلقه ديال العسل، هذا علاش ما كنكثروش ليه الثومه. كنبغيو تعطي غير ديك الطريطقه ديال البنه ديالها، ولكن ما تكونش مجهده لينا في اللحم باش اللحم ما يكونش اللوغو ديالو بحالو بحال الدجاج. هنايا كيف كتشوفوا شرمل داك اللحم، دوك اللحيمات خليتهم هكذاك حتى شربوا العطريه مزيان. وما كرهتش البنات الا كنتو غديروا هاد الوصفه تخليوها ليله كامله باش تشرب لكم ديك العطريه ويجي اللحم بنين وفتي بغزال. هنايا كنصاوبوا في الكوكوت او في الطنجره او في اي حاجه عندكم واسعه، تكون واسعه لان ضروري خصنا نشحروا هاد اللحيمه. كيف كتشوفوا البنات انا كنهز دابا من داك البانيو في الشرمل ديك اللحيمه. انا درت بانيو كبير حيت عندي اللحم كثير، مي الا كان اللحم قليل نديرو غير شي اناء ولا شي حاجه بحال هكذا صافي ماشي مشكل. هنايا كيف كتشوفوا حيد دوك اللحيمات، ودابا هزيت كلشي العطريه كنديرها في الكوكوت البنات. كيف كتشوفوا زدناها القزبر المعدنوس العطريه البصله الثومه، زعما ما شاء الله كيشهي. شحرتو البنات وطيبتو خليتو حتى طاب. كنزيدو 2 كيسان ديال الماء
وهنا وكنخلو حتى كيطيب وكيولي يفتي وكنقصوا ليه يطيب على المال. ما تجهدوش ليها البنات بزاف البوطه وما تنقصوهاش ليه بزاف، خليه وسدوا البوطه وخليه يطيب على المال، ومره مره نحركو ونزيدوا ليه جوج كيسان ديال الماء. هنا دابا راكم شفتوني دابا كندير الحطه ديالو، كيف كتشوفوا تبارك الله اللحم فرتت وطايب وغزال وبنين. ما شهيتكم البنات، وسمح لي شي وحده الا كتوحم ولا شي وحده مشهياه، راكم كتعرفوا اليوتيوب كلشي كيدخل ليه الكبير والصغير، سمحوا لينا بزاف. راكم شفتوا ديك الحيمه كي واقفه، ونسيتكم اكيد فاش كنبغيو فاش درت اللحم في الكوكوط راني زدت ليه واحد نص كاس ديال الزيت مخلط بين الزيت البلديه والزيت الروميه. ايوا شحالنا ديك الحيمه وزدنا ليها جوج كيسان ديال الماء وخليناه كيطيب. غير طابلينا البنات الحيمه ديالنا، كنديروا شي موس ولا شي حاجه وكنخلو حتى كنشوفو الدغميره وقفت لينا كيف كتشوفوا دابا في الفيديو. شفتي كيفاش البنات ديك التحميره كتعطيه واحد اللون حميمر وما كيبانش بان كاينه التحميره. ونسيتكم راني زدت ليه واحد المعلقه ديال العسل، خليت اللحم حتى طاب يعني بقات ليه تقريبا ديك ربع ساعه هكذا باش نحطو في الطبسيل، وزدت ليه معلقه ديال العسل وخليته كيتعلق. راكم شفتوا المريقه تبارك الله واقفه في الزويته ديالها ومعلكه وغزاله. ما شهيتكم البنات بصحتكم وراحتكم وبصحتنا وراحتنا حتى حنايا اللي طيبناه وكليناه. هنايا زوقت بالبرقوق عفوا بالمشمش معسل، شديت المشمش درتو غطيته بشويه الماء حتى تسلق، عاد زدت ليه ثلاثة المعالق كبار ديال سنيده. بالنسبه للبنات اللي بغاو على اللوغو ديال القرفه يزيدوا ليه القرفه، بغيتو على اللوغو ديال الفاني زيدوا له الفاني، ما بغيتيوش بغيتي تخليه غير هكذاك خليوه هكذاك كيف كتشوفوا دابايا. انا ما زدتليش حتى منكهات، بغيت الريحه ديال المشمش تكون عندي في تبقى ليا في داك المشمش، ما زدت ليه حتى شي منكه. وخديت الكركاع قسمته طروفه على زوج، كل كركاع مجموعه قسمتها طروفه على زوج، ودرتو في الفران صهدتو حدو غير تحمر ديك التحميره، غير طول البال البنات راه دغيا كيتلهب، نقصوه للفران وخلوه يتكرمل ديك التكرميله ويعطي داك اللون الدوغي المذهب بحال هكذاك وحيدوه. كم كتشوفوا راكم عارفين زدنا شويه ديال البيض المسلوق، هكا زوقنا به الطبق ديالنا. بصحتكم وراحتكم البنات وبصحتنا وراحتنا، كنتمنى نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله في وجبه اخرى، وبسلامه عليكم الفيديو اخر ان شاء الله.